السلام عليكم، اليوم مع وصفاتهم والد ان شاء الله راح نديروا دي دونات، لكن في الفور. كاين واحد الاخت يعني طلبتهم بزاف مني، اليوم قررت اني نعملهم لها. واش راح نحتاجوا في هذه الوصفه؟ كاول مرحله نحتاجوا كاس تاع الحليب يكون دافي، زوج بيضات كاملين، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، زوج مغارف كبار تاع السكر، مغرفه كبيره معمره مليح تاع مارغرين ولا زبده، تكون بدرجه حراره الغرفه يعني تكون طريه، فرينة باش نلمو العجينه، والملح بطبيعه الحال باش العجينه تاعنا ما تجيناش صامطه. نبداو بالطريقه مباشره. ندير هذاك الكاس تاع الحليب دافي، ندير معاه هذوك زوج مغارف كبار تاع السكر، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، وزوج بيضات كاملين، ونخلطهم مع بعض. نخلط هذه المقادير الاولى مع بعض، حتى يسجمونا. ندير شويه تاع الملح، ما نساوش الملح هكذا باش العجينه تاعنا تجينا يعني بنينه ما تجيش ناقصه. من بعد نبقى نزيد في الفارينة غير بشوية ونلم فيها. اذا ندير الفارينة، ونلمو العجينة تاعنا. اذا بعد ما لميت العجينه تاعنا لموها مليح، لانه هذيك الزبده راح تعاود تطري لنا العجينه تاعنا. نحي هذا الطبسي فقط، نحكم العجينه تاعنا امامنا، وندير فيها هذيك الزبده، ندخل غير الزبده هذيك غير بشويه، وراني ندلك في العجينه تاعنا حتى تدخل هذيك الزبده مليح في العجينه، لانه في الاول كي ديري هذيك العجينه تبدا تتقطع لنا كي ديروا الزبده في الاول، من بعد راح تشد روحها. حسيتي انه العجينه خاصتها فرينة تقدري تضيفي شويه. بعد ما كملت دلكتها بهذيك الزبده، شوفوا العجينه اللي تحصلوا عليها، تحسي ان العجينه ولات طريه ولازم تبقى تتلصق باش هذوك لي دونات يعني يجونا خفاف ما يجوناش ثقال مكدسين. اذا العجينه تاعنا ها هي واجده معنا، نعاود نرجعها لاسيفيون تاعنا، ندير له الفرينه، مش راح ندير الزيت. اذا ندير الفرينه ونغطي عليها بكيس بلاستيكي، ونخليها على الاقل 30 دقيقه، ونعاود نرجع لكم. بعد ما ارتاحت العجينه تاعي حوالي نص ساعه، شوفوا كيفاش ولات لنا، شوفوا ضعفت المقدار تاعها. الان نجوز ونبدا نشكل لي دونات تاعنا. اذا نحكم هذيك العجينه لازم نستعملوا الفرينه في هذه المرحله باش نفتحوا العجينه تاعنا. اذا ها هي معنا، يعني شوفوا رفدتها وحطيتها، يعني ما تعاوديش تعجنيها كامل هكذا باش ما يروحلهاش هذيك الخفوفيه تاعها. ونفتحها، وفتحوا العجينه يعني ما تكونش رقيقه بزاف باش لي دونات تاعنا يعني يجونا ملحمين ما يجوناش رقاق. بهذه الطريقه نحكم اي طابع يكون عندنا، مثلا راح نستعمل هنا هذا الكبر هذا، وكل وحده تستعمل يعني الحجم اللي حباته. نقطع دوائر، من بعد نحكم يعني مول واحد اخر باش ندير ثقب في الوسط. اذا بهذه الطريقه نديرهم في السنيوه. شوفوا يعني العجينه تكون شويه خشينه ما ترقوهاش بزاف. نعمر السنيوه تاعي ونحاول نرجع لكم. بعد ما كملت عمرت السنيوه تاعي ها هي معنا، يعني عملوا لي انا حوالي سنيوه ونص. نغطيها قماش
ونخليهم على الاقل يضاعفوا الحجم تاعهم. انا على حسب الجو اللي عندك، انا مثلا كي نشوفهم نضاعف الحجم تاعهم نطيبهم، يعني نشعل الفرن على 200 درجه، يعني هذه المرحله مش راح نصورها، نخليهم يرتاحوا حوالي 15 دقيقه، نشعل الفرن تاعي على 200 درجه، ندخلهم الفرن. عندك فرن مروحه شعليه من تحت فقط المروحه، عندك فرن عادي شعليه من تحت، كي تشوفيهم طابوا لك من تحت شعليهم من فوق يتحمروا وخرجيهم، ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. كيما رانا نشوفوا الدونات تاعي ها هما طابوا خرجتهم من الفوق، هاد الكميه عملتها في الفوق، وهاد الحبيبات قليتهم، يعني شوفوا نفس العجينه فقط المقلي، يعني لا غنى عليه. شوفوا كيفاش جاونا، يعني هاد الوصفه تصلح انك ديريها مقليه او ديريها في الكوشه. شوفوا المقلي كيفاش جانا، وها هو تاع الكوشه، يعني هنا كيما حبيتي ديري، حبيتي ديريه مقلي، حبيتي شوفوا كيفاش تاع خفيف، لا غير جا هايل. ونجوزو مباشرة نخلوه يبرد شوية ونزينوه مع بعض. من بعد هنا راح نزين لي دوناتس تاعي. هنا دوبت شوكولا، هادي الشوكولا استعملت، هادي شوكولا بالحليب، اذا ذوبتها في حمام مائي. من بعد نضيف عليها شوية زيت فقط، مثلا هذه الكمية ندير عليها حوالي مغرفة كبيرة تاع الزيت هذا، واش راح ندير لها. إذا نخلط مليح داك الزيت مع الشوكولا، ونبدا نكلاصي في الدونات تاعنا المقليين ولا تاع الفوق. يعني شوفوا قد حبيت نوريهم لكم، يعني شوفوا شحال جاو خفاف. إذا وندير، كاين واحد الأخت طلبتهم بزاف مني هاد الوصفة هادي، ديري لي أم وليد لي دونات تاع الكوشة، لان ولادها يحبوا ياكلوهم، وحبت تنقص شويه القليان عندها الصح، يعني على الاقل ناكلوا حاجه، يعني نقصوا شويه الليدان. اذا ها هي نكمل نكلاصي كامل الحبات اللي عندي، هادو تاع الفوق حتى اللي قليتهم، يعني نفس الشيء. بعد ما ذوبت، يعني ما كلاصيت كامل الدوناتس تاعي، هنا ذوبت شوكولا بيضه، يعني التزيين دائما يبقى اختياري. ذوبت شوكولا بيضه، درت لها حوالي مغرفه صغيره تاع الزيت فقط، ونزين بخطوط بيضاء بهذه الطريقه. اذا التزيين يبقى دائما اختياري، فقط خيري الحاجه اللي تناسبك. اذا نكمل نزينهم، نخليهم ينشفوا ونقدمهم لكم فيما بعد ان شاء الله. الدونات تاع نهار اليوم ها هما معنا واجدين، يعني كيما رانا نشوفوا عملت تاع الفوق ها هما، يعني عملت كل الاذواق تاع العائله تاعي. عملت هنا حبيبات لي مقليين درت لهم كلاصاج، وهاد الحبيبات خليتهم يعني ما درت لهمش كلاصاج، كاين وليدي واحد ما يحبش الشوكولا. اذا ها هي معنا، شوفوا كيفاش جاونا، والله غير جاو ما شاء الله، نتمنى انكم تجربوهم. راح نقسم لكم منهم حبه باش تشوفوا هاد لي دونات كيفاش جاونا تاع الكوشه. بسم الله، شوفوا كيفاش جاو الكلاصاج تاعنا، راه نشف ها هما معنا. بسم الله، شوفوا شحال خفاف، والله غير روعه روعه روعه. نتمنى انكم تجربوهم، خاصه اختي طلبت مني الوصفه، ها هي الوصفه معنا، نتمنى انكم تجربيها. وكل اخوات اللي يتبعوا فيا نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.